بقول لك يا ابو عمو، بس بالله عليك في حاجه دي. ثانيه واحده بس بالله عليك، الله يستر. بقول لك بس بالله عليك، مشكله بس، مراتي نايمه في البيت وفي مشكله ونسيت انبوبه الغاز. دقيقه واحده بس، الله يستر الله يسترك يا رب، بالله عليك الله يسترك الله يسترك. طب ماشي، ما تعيطش في ايه؟ انا محتاج بس دقيقه. طب افتحوا لي ده ولا مش عارف. انا التليفون الثاني منسيه اصلا. معلش يا غالي، ولا يهم حضرتك، انت كفايه انت واجهه الراجل مش بتليفونه. طب كمل بس. ربنا يسترك، ده الانبوبه مفتوحه. خلاص يا عم، خلاص الانبوبه مفتوحه. طب خلص بس هتعيط. ربنا يسترك. ايه يا حبيبتي؟ قولي لي يا خالد. ايه يا حبيبتي؟ ايه عملتي ايه؟ امك جت؟ ابقى حيلها دقابين البط. نتخلص يلا. ابقى حيلها دقابين البط. طيب وقولي لها خير ربنا موجود، ده حماتي اول ما تزورني. انت عبيط يدوى اللي ما تخلص. ثانية واحدة بس. تمام. والنبي يا حبيبتي الله يسترك. بحبك قوي، بحبك بحبك بحب بحبها قوي. خد ياض التليفون يا حبيبي، هكلمها بس اقول لها حاجه. طب انبوبه الغاز يا حبيبتي، التليفون انا هتكفلك على وشك. هقول لها انبوبه الغاز بس. يا غاز يا انت بتستعبط يلا. خد ياض التليفون يا واحد. الله الله يستر. واحد الله. لا لا يا حبيبتي الله يستر. طب بقول لك ايه، قولي لامك خير ربنا ما قولي لها جوزي مش مخلي البيت محتاج حاجه. طب مش ما كتفلت. معلش انا ذكر. لا ما تخليهاش تجيب الزيت التموين وهي جايه. لا خير ربنا عندنا. طب بقول لك ايه بقى، قولي لي بحبك. ده انت بارد بقى، انت بارد بقى يا عم. هات التليفون. بحبها قوي. بتحبها ولا بتتنايل؟ ثانيه يا حبيبتي ياض، عشان ما اقولكش ده واحد معدي كده. معدي ايه؟ خلص ما تخافيش يا حبيبتي، ما بتكلمش من الرصيد اللي معايا. انت عبيط يا ده ولا ايه؟ ما تخلص يا بلد يا بلد زبط. يلا هات ياض التليفون. هدولك لولك على وشك. هدولك بس الله يسترك. هات ياض التليفون يلا. هدولك واحد الله. ايه يا حبيبتي بتقول ايه؟ والله بجد امي جت. افتحي لها بسرعه. افتحي لها بسرعه يا عم. انت فاضي؟ انت مش كل دقيقه ايه البيت اشاء ولا ايه؟ اللي بحبك. بحبك. فاضي للحب صح؟ يلا يا الله. تعبيط بان عليك. واحد الله يا غالي، اقول لك كلمه واحده بس. ايوه والله العظيم. قول يا اخوي كلمه واحده. قول الكلمه اللي اقولها لك دي بتخلي اي رجاله في شنبات يقفلوا مني. قول يا حبيبي. اخشع 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 من ياض التعبيط يلا. انت عمال تترمى وتتلدع عشان بتقول لها بحبك. اوعى ياض التعبيط. اخشع والله انا ناولك. اوعى ياض، اتكل على الله. انت اهبل صحيح. طب واحد الله اقول لك حاجه. ما تقولش. والله لو اقول لك حاجه ما تقولش. اقول لك احنا بنعمل كده ليه؟ واحد الله ما تقولش. ده تهبل. ايه ياض ناولك يا والله هفهمك حاجه. واحد الله قول يا حبيبي. انت عارف انت الكاميرا الخفيه؟ كاميرا ايه يا اخويا؟ موجوده على التلفزيون، كاميرا خفيه على قناه النهار. تمام. انا مش عايزك تزعل. وعندك كاميرا هنا في كاميرا فوق اهي جايباك. انت متجاب من كل حته. انا مش عايزك تزعل والله العظيم. اهم حاجه كل سنه وانت طيب. انت موافق اللي حصل ده يتذاع ولا يتذاع؟ يلا يتذاع، ما فيش مشكله. قناه ايه بالظبط حضرتك؟ على قناه النهار ان شاء الله في رمضان باذن الله. ايوه ان شاء الله. ماشي يا غالي حبيبي يا غالي.